السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. حلق طيران الرصد والتجسس الأجنبي المساند لميليشيات الكرامة صباح الثلاثاء في ظل هدوء حذر سد محاور وسط البلاد في مدينة بنغازي. مصدر من ثوار المدينة أوضح للتناصح أن مجموع الغارات الاثنين وصل إلى 22 غارة بين طيران بدون طيار وطيران ميغ، مما تسبب في دمار كبير بالمباني والممتلكات وسقوط طابقين من عمارة الحلال إحدى معالم مدينة بنغازي في محور البلاد بشارع عمرو بن العاص جراء القصف، مشيرا إلى استشهاد أحد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي واستمرار قصف الدبابات على المنطقة. هذا ودعت كتيبة شهداء ليبيا الحرة التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي الثلاثاء كل الأحرار في كافة التخصصات للالتحاق بثوار بنغازي بشكل عاجل من أجل إسقاط مشروع حفتر ومن معه على حد قولها. وشددت الكتيبة في بيان لها على ما جاء في كلام فضيلة المفتي بأن الجهاد فرض عين على كل قادر وعلى المجاهدين أن يجمعوا كلمتهم، طالبة بشكل عاجل الالتحاق بمجلس شورى الثوار أو سرايا الدفاع عن بنغازي، مجددة في الوقت ذاته الدعوة لثوار ليبيا برص الصفوف وتوحيد الكلمة. وأكدت الكتيبة لأهالي بنغازي المهاجرين أنهم لن يفرطوا في تضحيات الثوار ولن يتركوا المدينة للعصابات المجرمة على حد تعبيرها. احتضنت العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الثلاثاء لقاء بين الرئيس الرئاسي المقترح فايز السراج ومجرم الحرب حفتر في محاولة من لتقريب وجهات النظر بينهما. مصدر دبلوماسي أكد أن اللقاء جرى الإعداد له برعاية وفد رفيع من الكونغرس الأمريكي، مضيفا بأن الاجتماع الذي جرى بعيدا عن وسائل الإعلام في أبوظبي ناقش بشكل أولي إجراء تعديلات على اتفاق إسخيرات. وكان كل من السراج وحفتر قد وصل الاثنين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي تلبية لدعوة رسمية من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. إلى ذلك وثقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقوع 28 إصابة في صفوف المدنيين، بينهم 26 حالة وفاة وحالتي إصابة بجروح خلال شهر إبريل جراء الأحداث القتالية بليبيا. البعثة الأممية في تقريرها الشهري أوضحت أن من بين الضحايا 22 رجلا لقوا حتفهم ورجل واحد أصيب بجروح، فيما لقيت امرأة واحدة حتفها وأصيبت أخرى بجروح، كما لقي طفلين حتفهما أيضا. وتسببت إطلاق النيران بأغلبية الإصابات في صفوف المدنيين، تلا ذلك الغارات الجوية والقصف المدفعي ومخلفات الحرب. واتهم التقرير ميليشيات حفتر بشن الغارات الجوية التي تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين في مدينة سبها في 24 من الشهر الماضي. متابعينا الكرام، انتهى هذا الموجز قدمنا لكم من قناة التناصح. إلى اللقاء.